السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة هريسة الشطة بطريقة سهلة وبسيطة ومقاديرها موجودة عندنا. طبعا هريسة الشطة بنستعملها في اكلات كتير ووصفات كتير، طبعا هنستعملها في الفيديوهات اللي جاية كتير، وانا طبعا في الفيديوهات اللي فاتت استعملتها كتير، بس انا قلت اعملها في فيديو معاكم. وطبعا تخزين الفلفل، لان في ناس كتير بتقول الفلفل ما بتخزنش. انا هوريكم طريقة سهلة وبسيطة لتخزين الفلفل اكنك لسه جايباه طازة. انا جبت كمية فلفل عشان انا بحب اخزن فلفل عندي، فانا جبت الكبة والاحمر ما لقيتش زيه، فانا لقيت الطويل ده في السوق ده بارد. طبعا لو انت حابة الحامي ممكن تجيبيه. دلوقتي هجيب الفلفل الاحمر وهشيل العنق زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي افتحها نصين، وطبعا اشيل البذر واشيل فيه اللي هي الخطوط البيضة دي. طبعا انا هوريكو كذا تقطيعة وكذا شكل، طبعا الشكل اللي تحبوه ممكن تقطعيه زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى هبتدي اقطع اللي هي شرايح صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، دي تقطيعة. طبعا ممكن تقطعي التقطيعة التانية، شايفين شكلها، ودي التقطيعة التانية. طبعا هعملها صوابع واقطعها مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، هعملها مكعبات صغيرة. وده الشكل التاني، هعملها حلقات. طبعا كل طبخة وليها شكل انت بتحبي الفلفل تقطعيه فيها. طبعا دي حلقات زي ما انتوا شايفين كده، قطعتها حلقات كده. معانا تلات اشكال والشكل اللي تحبيه ممكن تقطعيه كده. هخلص الكمية وارجع لكم. دلوقتي خلصت تقطيع الفلفل بالشكل زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي هعبي الكيسة، ممكن تعبي كل لون لوحده او كل تقطيعة لوحدها، لكن انا هعمل ميكس بين الاخضر والاحمر عشان يبقى معايا فلفل الوان. طبعا انا ما لقيتش اصفر في السوق، فدلوقتي هعمل ميكس بين الاحمر والاخضر، هوريكم ازاي نعبيه وازاي نخزنه. طبعا انا جبت كيسة اللي هي كيس اللبن اللي احنا عارفينها. دلوقتي هبتدي اعبيه. طبعا عبيت جزء احمر، هبتدي افرد الكيس كده زي ما انتم شايفين، والفه جامد، اكتم اي هواء، اطلع اي هواء جوه، لازم اتك عليه كده واطلع اي هواء موجود جوه زي ما انتم شايفين كده. وادي الفلفل كده تشيليه في الفريزر اللي فاتت، هبتدي اطلع اي هواء والف كده. كده واشيله في الفريزر. دلوقتي معانا الفلفل وتخزنيه في الفريزر، واول ما تطلعيه وهو مجمد على الطبخة على طول، ما تسيبهوش يفك، عشان طبعا لو فك هيبقى زي المية واكنه جاهز بالظبط، اكنك لسه جايباه طازة. دلوقتي بقى اشيله في الفريزر وتعالوا بقى نعمله هريسة الشطة. دلوقتي انا هفرم الفلفل في مكنة البسكوت، طبعا عارفينها، اللي عندها كبة طبعا تفرم فيها، طبعا هتريحها كتير عن مكنة البسكوت. دلوقتي بقى بعد ما نضفت الفلفل زي ما انتوا شايفين هبتدي افرمه، شايفين؟ وكده خلصت فرم الفلفل. دلوقتي بقى هنشوف الخطوة التانية، ودي المكونات اللي هنحطها على الفلفل عشان يبقى معانا هريسة شطة ممتازة وتعيش معانا في التلاجة. انا عاملة طبعا نص كيلو، الكيلو ضعف المقدار، انا معايا مقدار نص كيلو، معايا نص كوباية زيت انا عملته في فنجان، حوالي 3 ليمونات عصرتهم، معلقة كبيرة ثوم مفروم، معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة كزبرة، معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة بابريكا، معلقة كبيرة كمون،
معلقة كبيرة فلفل اسود. دي طبعا المكونات كلها اللي هنحطها على الفلفل. انا جبت بولة هحط فيها الفلفل، دلوقتي بقى هحط الثوم وهحط عصير الليمون وهحط الزيت وهحط التوابل كلها. طبعا السكر مادة حافظة عشان تحفظ لنا هريسة الشطة. طبعا لو عندك كبة هتريحك كتير، هتحط كل المقدار ده مع بعض وتخلطيه. طبعا لازم نقلبها بقى كويس جدا عشان كله يتجانس مع بعضه. ممكن تعملي كمية كبيرة وتشيليها في الفريزر، وقت ما تحتاجيها تطلعي على قدك. انا طبعا انا بشيلها في باب التلاجة وبتقعد معايا فترة طويلة، لاني طبعا حاطين مادة حافظة فيها. زي ما انتوا شايفين كده جاهزة معانا، دلوقتي هنعبيها ببرطمان. دلوقتي انا جبت برطمان طبعا ومعقمه كويس، دلوقتي هبتدي اعبي بقى هريسة الشطة. وكده عبيت البرطمان، دلوقتي بقى لو في اي حاجة بمسحها طبعا. دلوقتي بقى هبتدي اغطيه. طبعا انا بحط كيسة على الوش كده وبقفل الغطا. طبعا انا بغطيه عشان اطلع اي هوا، عشان طبعا انا هحفظه فترة ومش هستعمله دلوقتي، لكن انت لو هتستعمليه على طول مش مشكلة، تحطي الكيسة بلاش منها وغطيه على طول. ودي ابسط طريقة لهريسة الشطة. طبعا في طرق كتير بس انا جبتلك اسهل طريقة. وبطريقة بسيطة جدا عملنا هريسة الشطة، ومكوناتها كلها موجودة عندنا في البيت. وعملنا فلفل خزناه في الفريزر، طبعا بيتبقى عندنا بواقي في التلاجة فلفل مش عارفين نعمل فيها ايه، فانت بتشيليه في الفريزر وتطلعيه على الطبخ على طول، وبيكون اكنه جاهز بالظبط لسه جايباه صبح. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو اول مرة تشوفوا قناتي ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل اشعاراتنا بوصفاتنا الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.